neige de cette herbe du gibonnier. هذه غبرة ناتجة عن عناكب طبعا. الغبرة هي تمنع التهوية على التمرة، فبالتالي يصير لها جفاف وما تعطيش إنتاجية جيدة. مطالبنا من الدولة توفر لها الأدوية، أدوية يعني أدوية تجيب لها من الدول الأوروبية كما في السابق، يعني ما تجيبلناش أدوية ما لهاش فاعلية. فالمرض هذا صراحة والله ما شفناه فيما سبق، ف نطالب الدولة توفر لنا الأدوية والأسمدة. السماد طبعا غالي، يعني الأسمدة ما شبه ما نديروش فيها معدوم أصلا، لأن السماد غالي واصل الكيلو بخمسة دينار. كيف بدير المزرعة أنت شنو بيطلع لك يعني خمسة دينار؟ تاخذ كيلو بخمسة دينار ما يطلع عليه شيء يعني. والله نرجو من الجهات المسؤولة النظر في هذا الموضوع. يعني أول حاجة الحشرة هذه لها أضرار خطيرة جدا، ما تعطيش إنتاجية جيدة. ف من ناحية النخيل، يعني النخيل لو خاصة النخيل الطويل ما فيش حتى كيف تداويه، يعني يجيك في البداية كويس بتولد مظبوط، لكن ما فيش نتيجة، ما فيش، لأن المرض هذا ما يطلع لك شيء يعني.